عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم رح نعمل معاكم وصفة شتوية، هي الفاصولية. هون البيضة الحب. رح نعرفكم اول شيء على مكوناتها. اول شيء عندنا فاصولية، هون عندنا الفاصولية بعد ما غسلناها ونقعناها اليوم كامل، سلقناها، هاي هي صفيناها. يعني شي تقريبا نص كيلو حسب افراد العيلة. عندنا هنا دبس البندورة أو معجون الطماطم في 3 معالق. عندنا هون معلقة صغيرة من الفلفل. عندنا بصلة صغيرة. وعندنا هون ثوم مهروس. هون عندنا اللحمة حسب الكمية اللي تحبونها، حطوا لحمة. هون راح نبلش معاكم أول شي باللحمة. هون أول شي معنا اللحمة، ونحط زيت، كمية من الزيت، نحمصها شوي. نخليها شوي، نقلبها مع الزيت تتحمص. واللحمة كده يعني مثل ما تريدوا، تحطوا الكمية اللي تحبونها. خليها هذا انها تغير لونها. هون بعد ما غير لونها راح نحط معاها البصل، بصلة تكون مفرومة ناعمة، يعني عشان تعطي نكهة طيبة للحمة ومية اللحمة. يعني في ناس ما يحطون بصل، حسب كل واحد شلون طريقته. يكتفون بس بالثوم، بس مع البصل طلع طيبة. يعني راح نخليها شوي بس تدبل البصلة، وبعدها نحط عليها المي المغلية. الثوم هون أبناي المي عم تسخن معانا لبين ما يغير لون البصل، راح نحطها عليها. عندنا هون دبلة البصلة يعني غير لونها، ما تخلونها تاخذ لون. راح نحط عليها المي. هون عندنا المي المغلية، هون راح نصب عليها. لازم تكون المي يعني تغلي عشان ما تقسى معاكم اللحمة. إذا تحطون مي باردة تقسى اللحمة. حركها شوي. وراح نغطيها ونخليها لبين ما تستوي ونرجع لكم نكمل طبختنا. هون رجعنا لكم. هون قد ما استوت اللحمة يعني أخذت معانا ساعة بالكامل، وحسب انتو لحمتكم. هون صفيتها مع ميتها، راح نخليها على طرف لبين ما نبلش. هون عندنا طنجرة حطيناها هون على الغاز. نحط بيها شوية زيت. عندنا شوية كمية من الزيت ننزلها. راح ننزل الثوم. يعني شوي نقلبه، ما تخلونه ياخذ لون، بس يشم لازم يكون ابيض الثوم. راح نحط مرقة. عندنا معجون البندورة. نحمصهم شوي مع بعض.
نخلي شوي يتحمص معانا مع جبن البندورة شوي. بعدها راح نحط له المي وراح نحط له مي اللحمة. ننزل اللحمة معاه نقلبهم شوي. طبعا راح نزيدها مي لأنها ما راح تكفي. هون زدناها مي حسب ما انتم تريدون كمية المرقة. نحركها شوي طلع ملح زي ما نقول معلقة ملح. حط الفلفل نخليها عندنا تغلي تغلي شوي ونحط الفاصوليا. نطبخ جنبها رز الشعيرية بعد ما تستوي معانا الفاصوليا. هنحط شوي زيت عندنا شاورما حط كمية نقلبها شوي. الكمية محددة أنا ما أحدد يعني الكمية. نقلبها لما تاخذ لون وارجع لكم. تحمصت معانا الشعيرية راح نضيف لها ماي. نحط لها ملح معانا معلقة ملح نحركها شوي نخليها البين ما تغلي المي ونحط الرز. غلت المي راح ننزل الرز. هون عندنا رز كيلو من الرز مغسول نقعناه وغسلناه صفيناه. حركه شوي مع الشعيرية ونهدي عليه لما يستوي. هون عندنا غلت المرقة راح نحط لها الفاصولية. نزل عليها الفاصولية ونزلنا كل الكمية. حركها شوي نخليها يعني تغلي البين ما شوي تسمك معانا المرقة. نرجع لكم. هاي عندنا هون احبائي صارت عندنا الفاصولية جاهزة استوت. عندنا الرز هون شوفوا منظره. ان شاء الله يكون عجبكم وألف صحة وعافية. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. السلام عليكم.